انا نهار كبير عندي هذا بني حسيت براسي درت واحد المبادره اللي غيستفدنا بزاف الوليدات، وان شاء الله الوليدات هما غيكونوا مجتمع المغرب، وكنتمنى الناس محسنين يعني حتى هما يجي ويديروا هذه المبادرات، ونتمنى الخير لكل واحد والله يجيبنا في الصواب. هادشي اللي كان التكلفه ديال هذا المشروع ما يقارب 12 مليون درهم، وان شاء الله وقعنا اتفاقيه ديال الارض، لان اتفاقيه الارض هي كانت خارجه على المبلغ ديال 12000 درهم، وهادشي اللي كاين. ما كانش شي علاقه لا الحمد لله، لا الكل باب دقيناه، تحل بوجه وتحل يعني فرحانين الناس. ساعه العمل توا ما قصرش، يعني كان من اول وحده اللي واقف معنا في هادشي باش يكون على ما يرام، والحمد لله كل شيء تيسر الحمد لله، وكنتسناو غير الدعاء من المواطنين يدعوا معنا. وهادشي اللي كاين يعني. علاش بالضبط مؤسسات علميه؟ علميه الميزه دابا كما كيكون يعني المساجد كتبنا بكثره، فالمسجد يعني ممكن تصلي في دارك، ممكن هذا، وكتشوف البلايص كتلقى مسجد حدا مسجد، بلاصه حدا بلاصه، فعلاش الوليدات في الباديه علاش ما يلقاوش واحد المدرسه تعليميه ثانويه؟ لان كيدي بلاصه واحد تقريبا واحد 15 كيلومتر ولا 20 كيلومتر، خصوصا البنات غيكثر الاغتصابات، كيغسلوا المشاكل، الولد ملي كيخرج من الدوار ديالهم كيمشي مسافه بعيده كيتعرض، يقدر يولي يدير مخدرات يدير هذا، فاحنا نحاولوا نقربوا هذا الشيء، لان كنشوف الحمد لله وسيدنا توا كيزيد ياكد على التعليم، حنا غادي ورا سيدنا، واللي قال لنا بنا سيدنا كنمشيو وراه، حنا راه بإشارة ديال سيدنا.